خابروه على المدير خليجي. المدير ما عنده، انت خابروه على وار، روحوا له. حبيبي انا ما عندي مشكله وياه، هو جاي مركز على عيني. على راسي تاج راسي. انا ما عندي مشكله وياه، بس خلي خدمتك. انا خدمتك. لا انا بخدمتك. انا ما عندي مشكله. ما عندي هاي المحطة هسه إذا ما جاء المدير راح نبقى فيها بعد على المناطق كلها، واللي قريب على محطة زين قوس الكوت خليه يجينا شباب، اللي قريب علينا خليه يجي زين، لأن جاي من حوم التصوير الشرطة جاي تدخل تمنع التصوير وجاي نصور قوة عليهم. هاي الأجهزة قدامكم، يعني موظف مسؤول المحطة يقول ما عنده رقم المدير، وين اكو هيجي زين؟ يعني إلى متى؟ يقول لي إذا طاف المحطة تضرر العالم، هي على أساس هسه ما مضرر العالم زين؟ شباب بس برخصتكم شوي. محمد عزيز بس خلي خدمك، الكلام اللي هواي مو زين، الكلام اللي هواي مو زين، لا انت خلي خدمك اقول لك، بس خلي خدمك قاعد دليت بالطريق ارجع عليه من جديد. هو ما اعرف من عندك تدريب الطوارئ هذا شنو، انا هسه تجرب من عندك خابر لي على المدير، نقطه راس سطر يجي المدير يجي ما يجي هاي المحطه راح تتوكلها. خليها طافي هي طافي والحسين كلها مشتغله والله. تعال ولد تعال يلا تعال هذا منطقتكم طافيه، شغله مو طافيه. اي ليش طافيه؟ هاي طافيه تخفيف. هاي من هاي؟ هاي العزه طافيه او مو طافيه؟ هاي شو مشتغله الشاشه؟ الشاشه مشتغله هسه، هاي اشتغلت. هاي الامبيرات هاي اشتغلت الشاشه، شوفها كلها صفر وهاي كهرباء صفر. تعال باور هاي هاي مشتغله، شوفها طافيه مو طافيه. لا يجي المدير اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد هو 10727 أفقي ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، وكل هذا على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من السادة المشاهدين يأخذون الريموت بإيديهم ويدخلون هاي الإعدادات الجديدة اللي تشوفوها على الشاشة قدامكم على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، حتى نظل مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج عندنا الأرقام اللي تشوفوهن، ذني الاثنين، ذني إلى مخصصة إلى الداخل العراقي، أيضا عندنا أرقام أخرى مخصصة إلى الداخل وإلى الخارج، تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام الثلاثة، وعندنا رقم آخر مخصص إلى الواتساب. ما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب، لا حد يزعل من عندنا، فأتمنى أن تكون الرسائل على الواتساب مكتوبة ومتبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من البرنامج. مشاهدينا الكرام قبل ما أبدي بالحلقة عندي اتصال. أبو علي من بغداد حياك الله. مشارك ساد شو حيلي؟ هلا بيك أخوي، أياكم سعيدة لقد مقدمة إن شاء الله. حياك الله أخوي، وين عاد عليك بالصحة والعافية. أيوة والله ساد، هي معضلة الكهرباء كارثة ساد والله العظيم. نعم يعني الكهرباء هي من زمان ساد، يعني هي مو جديدة علينا. نعم ألو. أي الكهرباء هي يعني من زمان، يعني هي الكهرباء يعني في دولة ما تقدر يعني الكهرباء تكملها يعني والله حديث. نعم
يعني تشيل جراد لها استاذ، يشيل راد لها. يعني ما يراد لها فتشي، يعني يراد لها فتشي صعب عليها يعني الكهرباء. يعني هسه الحاله ماي مصر محطتين اثنين كملوها وروح شوفهم هسه مو تمام شركه دبس. يعني مو فتشي صعب، بجيب هاي الشركات الزينه الرزينه واخليها. صدق انا قاعد هسه بد مره حتى بدون ملابس استاذ والله العظيم من الحار على المولده وقاعدين. نعم. ايه شو نسوي يعني امرنا الله نقول نخلي عيننا بين الله وشو نسوي العدايا يعني نمسك الاخضر مثل ما يقول لانه ماكو نتيجه ملينا والله ملينا. يعني جبت هسه حوالي نص ساعه تقريبا اقل من نص ساعه وطفت. وهسه يعني مخلي لنا هذا قاعدين الله وكيلك يعني حتى الجهال تاذى لا حتى مي تاذى حتى مي ماكو يعني حتى مو يسك هذا المي وين صار المي؟ احنا مو ناس بلد ما نعرف المي وين صار مثلا دبتين. نعم. حتى المي وين صار ما اعرف. حتى مي ماكو مي يا استاذ مي والله العظيم هذا المي شنو هو مي واحنا هاي دارنا احنا بغض النظر قريب علينا وماكو مي. نعم. يعني ما يصير يعني الى متى يعني يعني استاذ الى متى يعني والله يعني مليانه بصراحه كلك مليانه بالله الكريم. نعم. يعني ولكنكم يعني البس المسؤولين بالكهرباء يسمعون احد يسمعون احد محود. نعم نعم. يبغى هاي الشركات الرزينه صح هذا يقول وزير هذا والسفير الالماني يقول امريكا ما تخلينا نتحاقد على مود هاي اللجنة العراقية شركة ديفيز. يقول ما تقبل. نعم. الو. وياك وياك ابو علي. اي والله يا استاذ بعد ايش تسوي هاي بعد وقت كم الله وهاي ومشتكى الله ما نقول غيره بعد ايش تسوي. نعم نعم. الله شكرا شكرا الله. شكرا لك ابو علي. المشكله يعني قضيه الشعب العراقي اليوم اصبحت هي الكهرباء. ما شاء الله كل فتره من الفترات الحكومه العراقيه او ما يسمون نفسهم بحكومه بيخلون الشعب العراقي مشغول بقضيه من المفترض انه هو ما يفكر بيها. بس اللي دا يصير انه الشعب العراقي طموحاته بدها تقل نتيجه سوء الاداره، نتيجه سوء السياسه، نتيجه سوء الخدمه، نتيجه وضع من لا يستحق في المكان المناسب. فأنت لما تخلي وزير فاسد أو رئيس وزراء فاسد أو مدير عام فاسد فأنت خربت الدنيا عندك. لما يجيبون وزير وهو فاسد وديبوق بميزانية الدولة وبميزانية الوزارة فالنتائج تصير أسوأ ثم أسوأ ثم أسوأ ثم أسوأ. إذا نقارن حياة العراقيين من 2003 إلى اليوم راح نكتشف انه كل ما نفكر بالماضي نجد الماضي افضل من الحاضر ونكتشف انه المستقبل هو أسوأ من الحاضر. ففعليا العراق اليوم اصبح البلد الوحيد اللي ماضيه احلى من حاضره. وفعليا العراق هو البلد الوحيد اللي ياخذ جائزه جينيس بانه معروف مستقبله شنو اذا بقوا ذوله بمناصبهم. أبو زكريا من كركوك حياك الله. أبو زكريا كل عام خير إن شاء الله وأنت بألف خير. خير إن شاء الله وإن شاء الله العراق العراق من قناتكم من زهر وقناتكم الشريفة والعراق يصير بخير إن شاء الله وكل عام بخير على البلاد الإسلامية وخاصة العراق. اللهم امين. والله العظيم ما طول والله العظيم يا ابن الحج ما طول الان الحكومه المستورده من امريكا وايران حياتنا ما يصير براسنا خير. والله يحفظ الشعب العراق الله يحفظ شباب العراق هم 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 احفادنا هم تعزيزاتنا هم شباب العراق ويعطون حقوقنا احنا الفقراء العراق ان شاء الله. الله يحفظ قناتكم يحفظ العراق يحفظ شباب العراق يحفظ شباب العراق يحفظ شباب العراق. اشكرك يا ابني. نعم. الله يحفظك يا ابني. نعم. شكرا شكرا لك ابو زكريا وان شاء الله ينعاد العيد على الناس بخير ويمن وبركه. احنا نسينا نعايد الناس. احنا اليوم يعني اليوم وقفة عرفات وإن شاء الله غد هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. يا ربي يا ربي يقضي هذا العيد وكل هموم الشعب العراقي
منتهية والشعب العراقي مرتاح إن شاء الله. لكن اليوم أكو هم، هذا الهم اللي موجود على عاتق العراقيين وعلى اشتافات العراقيين، هو مو بس الكهرباء، احنا عندنا هم كبير اللي هو يبدي بالأحزاب وبالوزارات وبالميليشيات وبالمسؤولين وبالنواب، لأن هم اللي قطعوا الكهرباء عن الشعب العراقي، هم اللي أنهوا الزراعة، هم اللي أنهوا الصناعة، هم اللي أنهوا التجارة، هم اللي أنهوا القطاع الصحي والمستشفيات ووزارة الصحة، وأنهوا الأدوية وأنهوا كل شيء، حتى الثروة السمكية أنهوها، وحتى الأنهار بلشت مناسيبها تقل. كل هذا بسبب سوء إدارتهم للدولة من 2003 إلى اليوم. فهمنا الكبير هو التخلص من 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 هذا يعني الأرض أو دوت الأرض اللي قاعدة تنخر بالشعب العراقي وتنخر بالعراق وتسرق أموال الشعب العراقي، ولحد الآن ما حد يعرف أمواله وين ده تروح. أبو عمار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. يعيش علينا وعليكم بالصحة والتوفيق. آمين يا رب. أخي العزيز، هذه الحكومة هي هذه العصبة جاية مو للإعمار. نعم. جاية للدمار. دمرت البلد. نعم. بأحزابها. وجاءوا للغنائم. جاءوا للغنائم غموا هذا البلد. وسيطروا على ثرواته. وممتلكاته. والوزراء حفظ نفسهم، يروح واحد يجي واحد، نفس الطينة ونفس العجينة، وما يسوون شيء. هم هذا الشيء أكثر من حجمهم. نعم. ولا أكثر من حجمهم، ما يسوون أي حل. إذا ما ينتفض الشعب والجيش العراقي والجيش العراقي الأصيل، مو هذول مثل شكل رسبة يقتل بالعراقيين. نعم. وهي الكهرباء هي مو جديدة علينا، الكهرباء مليارات صرفوها كلها الخارج، الإيران، حزب الله، وعد الله، كلها تصرف خارج العراق عشان يقدرون يسوون مؤسسة كهربائية تغذي يعني نصف بغداد على الأقل. لكن كلها الأموال هذه سرقوها بجيوبهم هذا الأحزاب، أحزاب تجار هذه وأحزاب والله يخلصنا منهم إن شاء الله. نعم. إن شاء الله الله يخلصنا منهم هذه الجملة الظالمة الفاسدة. الله يخلصنا منهم إن شاء الله. كورونا تقطع عليهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اختف بهم وبديارهم الأرض كما أخذت بقارون وبداره الأرض. الله إن شاء الله يخسف بهم وبرلمانهم الأرض إن شاء الله. وأشكرك والتحية لك. يا اهلا وسهلا بك ابو عمار. كان من المفترض ابو فيصل من السعوديه يدخل ويانا بس انقطع الاتصال ويانا، نتمنى يرجع لنا. اما الان عندنا ابو محمد من الديوانيه، حياك الله يا ابو محمد. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. وصوتك هذا وبرنامجك هذا جميل اللي يوصل صوت الفقير. الله يعطيكم العافيه. الراس والله والديك استاذ العزيز. سلمك والديك. الكهرباء احنا صار لنا 4 أيام لا كهرباء ولا ماي، هذا الشيء من فين من عندنا؟ 4 أيام لا كهرباء ولا ماي، نشرب ماي، شرب الماي نار ونسبح به ونغسل ملابسنا. جاي نشتري ماي. نعم. بالنسبة للماي والكهرباء، بس اكو قضية أكبر من هاي مرت بيها أني، فحبيت أوصل صوتي من خلالك من برك هذا الجميل. الله يعطيك العافية. الله يخليك. استاذ اكو 3 شهدوا عليه بالمحكمه، 3 شهدوا زور بالمحكمه. أي. من المخبر السري. أي. من قبل المخبر السري. فالمخبر السري من طلعت انا حبيت اشتكي عليهم، يعني وصلت اريد اشتكي عليهم، طلعت من القضيه. هاي السالفه صارت 3 أشهر
لا حد يقبل يعطيني دعوة بالديوانية كلها، أنا مو الدولة الثلاثة. نعم. تسمعني أستاذ أسيل؟ تسمعني؟ إي، فما حد يقبل يعطيني دعوة، يا ذا أنا حقي أنا رحت للمكافحة وانضربت وانغلط عليه وانعنيت وشل عن ظافري. يابا من وراء المخبر السري، والمخبر السري طلع كذاب، وانتم الشهود طلعتوا كذابين وطلعتوا من القابل، اريد اشتكي، يقول لا مالك حق تشتكي. يابا ليش؟ لان ابوهم واحد من عندهم خاله في المكافحه مال الارهاب، والثاني عمه بالجرائم، فضيعوا قضيته ورحت. هسه الماي والكهرباء يا استاذ ما نعرف منين جت هاي العصابات. يعني والله احنا ملينا، يعني قوه قوه يخلونك انت مو خوش انسان اذا حتى لو تمشي عادي. نعم. فيا استاذ اسال، يعني انا عقلي بدنا تريد تشتكي ما قدرت، رحت للديوانيه ما قدرت، يعني وين وصل صوت البغداد؟ يعني وصل البغداد هاي كورونا وجارحت كورونا وخلوني ما بالبيوت. يعني اريد اوصل هذول الشهود، يعني القاضي رفع بهم قرار للشكوى، يقول لا مالك دعوه انت. وبالجنايات رفع بهم قرار لا شكوى، قالوا لا مالك هويتي لا اقدر ابدلها، هسه هويتي مثقبه، يعني باي دائره من الدوائر ما تمشي. والله محتار يا استاذ اسيل، وما اعرف وصل صوتي مره ومرتين وثلاثه وما اعرف يعني الحل شنو. نعم. هل تسمعني استاذ اسيل؟ وياك وياك وياك. اي والله. فهذا يعني الى مثلا انا فقير وقاعد بالايجار وما عندي قوة تاكل، يعني هذا جاء ابو خاله في المكافحه على الارهاب وذاك بالترائم، يعني انا الفقير اضيعين ما اعرف، يعني ما اعرف يعني شو عم يقول الله يرحم ذاك الزمان، ما ادري والله استاذ شنو، ما جاي اعرف القضيه. نعم نعم. يعني انا يعني قوت لعيالي ما عندي، وهويتي ما تمشي بالدوله، وولد عارف اشرب ماي، يعني هذا الماي الارو. ليش هويتك ما تمشي يا ابو محمد؟ هذا الثقوبة مو دخل الجنايات ثقوبوها، فبعد ما تمشي بأي دائرة من الدوائر. طيب. إيه، فمن رحت أقدم دعوة، أقدم من قبل محافظ الشرطة وأمشي بالدعوة على ذول الشيوخ من وراء المخبر السري، ما يقبلون يقدمون في دعوة، ما خليت منطقة يعني الديوانية طيب. كل فريتي. طيب. من القضية لحدد المحافظة. وصل وصل. ما يقبل يقدم للدعوة. وصلت وصلت رسالتك ووصل صوتك، وهسه راح نحكي بهاي القضية إن شاء الله ونوصل صوتك أكثر وأكثر وأكثر. أبو محمد بن الديوانية كنت ويانا، شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا برنامج صوتكم من الكويت. سعد. حياك أستاذي. حياك. نهني قناتكم الموقرة وشعوب المنطقة بيوم الوقوف بعرفة يا أستاذي، هذا اليوم العظيم الوقوف بعرفة، نهنيكم ونهني القناة الموقرة. الله يسلمك يا ربي ونهني الشعب العربي والشعب الكويتي خاصة. نعم. الله يخليك. ما معقولة بلد الرافدين يعانون المأساة والأزمة، ما معقولة بلد الرافدين يعانون الأزمة والمأساة. وبعدين أستاذي اليوم اختفت عنا قناة الرافدين وكنت حزين، يعني قبل الظهر ظهر اليوم وبعد الظهر اختفت عنا قناة الرافدين. هسا موجودة لو لا أخ سعد؟ عندكم ولا إشي؟ وبعدين يا أستاذي ما معقولة أيضا بعد عندي سؤال لك يا أستاذي. طيب أخ سعد بس سؤال، أنت قلت قناة اختفت بعد الظهر، هسا موجودة عندك لو لا؟ لا اختفت عندي بالكويت داخل الكويت. اكو تردد جديد، اذا تقدر تدخله عندنا تردد جديد حتى نظل مستمرين وياك، هو 10727 افقي. نعم. على مدار قمر النايلسات راح هذا التردد طلع على الشاشه، اذا ما تشوفنا سجله 10727 افقي على مدار القمر النايلسات وتقدر تشوفنا مره ثانيه. نعم استاذ. نعم آخر الكلام أستاذي، حبيت أسألك يمكن عندك معلومة. نعم. كم عدد المليارات يا أستاذ مساعدات الكويت اللي وصلت العراق من عهد آخر ملك بالعراق إلى يومنا هذا؟ عدد المليارات إذا كانت عندك معلومة. وآخر الكلام يا أستاذي، باسم الدين باقونا كارونا وفروخ الوافدة، وتحياتي لك وللبرنامج وللقناة. شكرا 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 لك أخ سعد. علي من كربلاء حياك الله يا علي.
السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يسلمك. وياك الحج علي من كربلاء قلبي. نعم. جبت كهرباء طالب اليوم تقريبا هاي 15 يوم عن حالي من حدث كربلاء. نعم. يعني هسه آخر ما تمكن اليوم. نعم. جت الكهرباء الساعة 8 ونص. نعم. 9 إلى 4 طفوها. نعم. يعني القضية ما تعرف شنو يردونها من عندنا، عندنا ما يقارب 5 محولات مال كهرباء هنا في كربلاء رئيسيات. مال إجمالية وحدة. مال الخيرات وحدة. عندك مال قرية النجفاي وحدة صار لها ثلاثة. نعم. عندك الرئيسية مال العكس صار لها 4. زين معقولة كل وحدة بها 18 وحدة، هاي مال إجمالية رئيسية فيها 14 وحدة. وكل شغالات يعني تجي مات الخيرات رئيسية تروح تشتكي ما حد يشكي محولة مال منطقة طاقة صارت 6 أيام تروح لوزارة الكهرباء يقول لك والله تسوي لك روحوا شوية برات روحوا شوية جوارات. هاي اليوم صار لنا يعني نعاني من الكهرباء. أريد نشوف وين أقرب مسؤول عندنا هنا، وين المسؤولين وينهم يعني في المنام بيته وما تحاي عالم الفقراء. يعني الله يرضاهم محمد جهال قاعد يشون ليش يعني شو يعني السبب شنو يقولون من عدد مكافبوك يعني باقوا كلش كافي يا يعني قاعد يك هو قاعد يبوك فيك يا يعني اللي قاعد يبوك يعني ماشي بعض الله ما يعني ما يخاف من الله ما خافت الله بعد ما واحد ما العالم يعني بشر ما يشوفون هاي بشر قدامهم هاي فقرة العالم الفقرة العالم يشوفوها مبهذلونة يا أخي الصوت يوصل يا أخي لا تخافوا معي الصوت كلها ما كنت يعني مبهذلونة مبهذلة ما صار والله بيروح ماذا يعني بالحسين شيء نايم بالسطح وفاطمة الزهراء أبو السحب طفى شغل قبل شوية رحنا لك والله مواد عقلت زين الريد مسؤول على هاي القضية من هو إجا الكاظم قال عم الكاظم والكاظم وين الكاظم طلع وينه بس أريد نشوف الكاظم وين طلع وين إذا واحد يجينا يشوفنا خشوف هاي خيط على الشعب خشوف معاناة الشعب نعم يعني الباحة طلعنا عمل المظاهرات مال كهرباء 13 واحد استشهد بالمظاهرات جيت ادري تطلع على الكهرباء تطلع على اليمين تطلع على الشغل تطلع على العطار على العالم قاعد الشباب اللي قاعد على من تطلع على من نطلع المن نروح المن يعني بقى بس انتوا بس تتوصلون صوتنا لا ترى بعد ما عندنا حد يعني ما خلينا واحد ما رخينا اذا جبت عليك المحافظ على الكهرباء محوله مال الكهرباء ولكم والكنود حتى انا هاي دوله خايسه من احسن السامع لكم دوله خايسه ولكم محوله مال الكهرباء ما تقدر تطلب لكم وحده محوله مال الكهرباء جزء منطقه قاعدها ليش؟ والله وتحاج يقول لك والله منطقه سياحيه انت منطقه سياحيه وين الكهرباء فيها؟ وين الكهرباء فيها؟ الكهرباء اتمنى يعني انكم تجون من هنا تاخذون في النظره يعني الكهرباء وين الكهرباء؟ تحاكي من الساعه 6 الصبح لحد الساعة 10 أو شوية الكهرباء وين؟ جابوا ساعتين ساعة الظهر وانت جابوا ربع ساعة وين الكهرباء؟ وين؟ نعم 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 أرجو نعم نعم حبيبي شكرا نعم شكرا لك أخ علي. عندي من ديالة أحمد حياك الله يا أحمد بن ديالة رحم الله والديك بهذا البرنامج هذا والديك الرحمة يبارك فيكم عيني جزاك الله خير وجهك منور ان شاء الله حبيب قلبي تسلم لي ويبارك فيك جزاك الله خير أريد اسال سؤال هذا القاضي من اللي يقول اني انطي غاز للمولدات يعني شوف حق على نفسي على العالم انت من تنطي غاز احسن ما تسوي سوي برنامج ولو يقترح يعني بتنزح مع اليد اسوي برنامج أجيب هالعالم هاي المساكين هاي خريجين صناعة خريجين المعاهد قاعدين بالبيوت يعني مبهزلة متبهدلين أعينهم أسوي مولدات خاصة دوائر ما الدولة موجودة مدارس أو غيرها الدوائر أحط فوقها مولدات أستاذ رحمة على والديك أخلي فوقها مولدات وأخلي في الأربع عمال مو هواية أعطيه بالشهر 500-600 لكل موظف خريج معهد او كليه او خريج اعداديه صناعه داعش على الصناعه بالذات يعني حتى عنده معلومه على الاجهزه وعلى المولد تلاحظ شلون صار
عين هالناس هذا وخلي مراقبين ناس شرفاء مو حراميين، خليهم وخلي ينتبهون على الوضع كله بصورة عامة، يسلم الغاز يعرف المولد جديد يصاب بالشعر، فتلاحظ شلون استاذ من يصاب المولد جديد لا حد يفوق لا حد يسوي كهرباء تطفى يجي المولد. الموظفين دول الغاز اللي تنطوه ب 300 دينار ما اعرف شنو اللترة لهذا الكاتب اللي هم حرامية كلهم اللي هو ده ابو مولد مثلا، وهسه يريد ينطيهم ببلاش احسن هاي الجعجعه، اوظف ذوله انتبه عليهم عاقب السيطره مالهم واكمل الامور وانطي ذوله موظفهم والغاز ما ينباق والوضع يبقى طبيعي واشغل. خلي حتى اذا جت الكهرباء 10 ساعات حسب على ضوء كلامهم هم يقول الكهرباء تجي 10 ساعات او 5 ساعات او 8 ساعات، هاي الباقي الوقت شغله كمولد انطي امبير انطيها اعطي الامبير بسته بسبعه احسن ما اظل متابع العالم هذا باق وهذا راح وهذا جاء والمولدات والنشيش يبوقون هم كلهم عايدين لهم كلها حساب وكلهم صح منطنا يشهد الله تعبنا 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 والله يا ساج اعذرني ان طولنا عليك خاص. لا لا شكرا هلو. شكرا شكرا لك اخ احمد. يعني الكلام اللي قاله احمد لو يقعد بمكان مصطفى الكاظمي كان حللنا هاي الأزمة، لأنه مصطفى الكاظم يمكن ما عنده خطة وأحمد بن ديالة هسه نطى خطة. أبو مصطفى بن ديالة حياك الله. أبو مصطفى أبو مصطفى تسمعني؟ يبدو أنه انقطع أبو مصطفى. مصطفى السيد من مصر حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كل عام وحضراتكم بألف خير أولا، وكل عام وشعبنا العراقي البطل بألف خير، وكل عام وثورتنا الحرة الشجاعة الأبية ثورة الشرف والفخر والعز والنضال والدفاع لتحرير الوطن وتحرير الأمة من الاستعباد والظلم والقتل والناس. يا ربي بألف وأنت يوم. بألف خير والشعب المصري وأم الدنيا بألف خير إن شاء الله. الله تفضل أخوي. وكل عام وأسدتنا وعلمائنا في هيئة علماء المسلمين بألف خير، وكل عام ومنظمة أم الكرة الخيرية بألف خير، وكل عام والنضال العربي الأحوازي بألف خير، والنضال العربي الفلسطيني، وكل محب للسلام وكل إنسان يحترم نفسه ويكون عنده غيرة على الوطن والأرض والعرض ويحترم دينه وكل الأديان. نعم. يا سيدي بالنسبة لعصابة الاستعمار يا سيدي لا نطالب بعدم المنجح، أي حد ما عادش تناشد ما عادش لها رجعة غير القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة أو محكمة الجنايات الدولية، هو ده الحل الوحيد. فنطالب ثورتنا المجيدة برأس الصفوف والقبض على العصابة في أسرع وقت، لأن خلاص كده وصلت يعني خلاص وصلت للنهاية. وعاش العراق حر أبي شامخ بأبنائه وأبطاله ومناضلينه، وشكرا وشكرا وشكرا. شكرا شكرا لك أخ مصطفى. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم بفاصل قصير ونرجع لكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة صوتكم من قناة الرافدين، وكل عام وانتم بألف خير. مرة ثانية نحب نذكركم انه احنا عندنا تردد جديد وهو 10727 أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، وذلك كله على مدار القمر نايلسات. فنتمنى هاي الإعدادات اللي تشوفوها قدامكم تدخلوها بأجهزتكم حتى نظل مستمرين وياكم وتظلون تشوفونا وتتابعونا. مشاهدينا الكرام،
قضية الكهرباء هي مشكلة وعويصة، بس أكثر شيء غثلة اللي قال عليه الأخ علي من كربلاء، يقول نروح نشتكي بوزارة الكهرباء، تجاوبنا وزارة الكهرباء وتقول لنا شو نسوي لكم، لعد منو يسوي لهم للشعب العراقي؟ إذا وزارة الكهرباء تقول لهم شو أسوي لكم؟ لعد منو؟ هو منو المسؤول عن الكهرباء؟ خوب عزلوا وروحوا قعدوا بالبيوت وبلا هالصرف هذا المال داعي، لأنه أصلاً أنتم دا تقولون أكو ميزانيات دا تنصرف وميزانية تشغيلية ودا تعطون رواتب، بس الشعب العراقي ما دا يشوف شيء. حسن من بغداد، حياك الله يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كل عام وانت بألف خير يا قناة الرافدين. وانت بألف خير والشعب العراقي كله بخير إن شاء الله. الله يسلمك. نعم. لقاها الدنيا محترجة. نعم. لا كهرباء لا خدمات. شو يصير مصطفى الكاظمي؟ لا تقول لي. شو يصير مصطفى الكاظمي؟ شو يصير يا هو رئيس الوزراء، هو أعلى سلطة بالدولة، هو يعني إذا تجي على الدستور وعلى الحكومة فهو أعلى شيء، كل شيء بيده. وصار الشهر يعاني والله عاني، الوحيد هو مصطفى الكاظمي، خلف الله عدل رواتبنا جراء والله، لو نظل على دولة الحرامية لا ينتم رواتب. وليش هو هذا؟ شنو هذا؟ مو منهم؟ بعد ما فهمنا والله يا أستاذ. اخ حسن، يعني مصطفى الكاظم ايش قد صار لاربع اشهر خمس اشهر؟ قتل المتظاهرين ما زال مستمر، انقطاع التيار الكهربائي زاد مقل، فلوس العراق ما حد يشوف من عندها شيء، الرواتب انقطعت، التعذيب بالسجون موجود، والادويه ماكو، انقطع الاكسجين، فاذا حاله من حال البقيه. اي تغريب عليك. زين، على شنو خلف الله على مصطفى الكاظمي لعد؟ تسمعني حسن؟ نصيلي تلفزيون، اسمعني من التليفون. نعم. ايه. فعلى شنو؟ والله شو تسوي يا عمي؟ والله انا حتى رواتبنا لا تكون. اها. كلهم حرامي الله وكذا. نعم. اسمع. نعم. الو. وياك استاذ حسن. تسمعني استاذ حسن؟ اسمعك عمي اسمع. ايه وياك اخويا، تفضل كمل. والله يا عمي رجال متقاعد. ايه. رواتبنا انطانا يا الرجال. او شو يسوي مع الحكومه السابقه؟ كلها حراميه كلها، انا نشف جوا انطوا حاولوا يكتون بالناس وبالمتظاهرين وبال هم فكرهم يريد يسقطون من صالح الشعب. نعم. شكرا 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 لك اخ حسن. ام ازهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احييك واحيي هاي القناه العظيمه، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. وانت بالف خير يا رب. ان شاء الله يا ربي نخلص من معاناه هذول السياسيين. العراق ما يصير له شاره إذا ما انتهت قضينا على هذول السياسيين وهذول الحكام الجايين من إيران ومن الدول الأخرى واللي مصالحهم العراق صار. يلا العراق يصحى، يلا ينهض يصير مثل الأول. اللي هسه يظل مريض إلى أن نقضي على هذول الفاسدين ظالين ينهبون ويقتلون ويسلبون، وإن شاء الله كورونا تجيهم وتكفخهم كفخة من هاي التمام. وربك على كل ظالم ما ينسى هذول، خليهم يتمادون تالي يكفخهم كفخة من هاي التمام. وأنا أشكرك وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. وأنت بألف خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أم أزهار. ماهر من ديالى، حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة ان شاء الله على جميع العراقيين. وانت بألف خير يا رب. تفضل اخ ماهر. انقطع ماهر ويانا، اتمنى يرجع لنا. محمد من كربلاء، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظكم والله يستر عليكم يا قناه الراتبين. سلمك ربي. من كادر، من مصور، من مدير القناه، ربي يحفظكم، لان انتم قناه القناه الحقيقيه. واجبنا. ايه اخويا استاذ عمر، بعد روح روحك هم يا اهل بيهم شيء، يعني ابسط في هاي الكهرباء جاي بيعوها الايران. زين الاحزاب حكومه، يعني حكومه انقص من حكومه، يا اهل زين، الكاظم زين، العباد زين، عادل عبد المهدي زين، محمد توفيق علاوي، من هو زين؟ نعم. يرقم بقيه الشعب، يعني البلد تدمر، البلد انهد، زين ميليشيات وعصابات وخارجين عن القانون، واحنا تدمر بالكهرباء كورونا. الثروه السمكيه، استاذ محمد، استاذ محمد حبيبي تسمعني؟ نعم نعم اخ محمد وياك. تسمع، تتذكر الثروه السمكيه اللي سموها وكتلوها؟ نعم. زين الاقتصاد دمره، البلد تدمر، زين الكهرباء انتهت، النفط يروح بسعر الطرح، يعني مقاهم شيء، يعني من وراء هاي اللي احزاب، اللي ما ادري كلمه احزاب هو. يعني انتم هسه انتم هاي القناه الوحيده اللي جاي تنقل الصحيحه وتنقل هموم المواطن، واريد ربي يحفظكم ويستر عليكم. نعم. زين استاذ محمد. وياك. زين يعني ياهل تقول لي ياهل يسبوه، وشوف الرمادي تدمرت، النجف تدمرت، الحله تدمرت. زين توقع انت قبل فتره في جرف الصخر، عندك شغله جرف الصخر، يطلع الطوب جرف الصخر ما يخليك الطوب. زين يحار، منين جاي؟ وين رايح؟ ايش عندك هنا؟ شو تسوي؟ زين؟ نعم. شكرا 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 لك اخ محمد. عدي ابو فيصل من السعوديه، حياك الله يا ابو فيصل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. مبروك عليكم العيد وعلى الشعب العراقي وعلى قناه الرافدين وعلى هيئه علماء المسلمين. يبارك بعمرك يا رب. الله يحفظك يا رب. على ثوار تشرين، وان شاء الله يعود والشعب العراقي منتصر ان شاء الله على هذه الاحتفالات. استاذ محمد، واحد من اخواننا المتصلين يقول خلف الله على الكاظم، ابغى ايش سوى الكاظم؟ مو جميل الشم اللي قاتل من اهل الناصريه 62، هذه الناصريه البطله هي واهلها الشرفاء، قاتل منهم 62 ولا احد حاكم ولا هذا الكاظم. اذا بقى الكاظم اذا طول ما سقط الشعب سوف يدمر العراق تدمير، ما هذا انقص من الاولين، كلهم مجرمين نفس الشيء، هم فاسدين لا يعولون على هذوله، لازم بسقاط. المفروض أنت شفت مشهد استاذ أفد محافظة واسط، مو الكهرب، مويه صابطين وايد بالمويه في نفس المحافظة، يعني محافظة مع الأسف بلد النهرين، يعني محافظة مسكين الناس على يسرها، رجال ونساء وأطفال بالجراكد، يعني يا دوري هذه، وخليلي كاظم يصير رئيس وزراء، المفروض يدخل الخضرة مهما يكون، ولا الأشويه مشوي هم والحلبوسي وابراهام صالح المجرمين اللي سرقوا أموال العراق. فتحية ويعيش العراق إن شاء الله. حياك وبياك. أبو كريم من الفلوجة، حياك الله. أبو كريم تسمعني؟ يبدو أن الاتصال ويا الأخ أبو كريم من الفلوجة قد انقطع. أما ما يخص رسائل الواتساب، عندي أول رسالة وصلتني اليوم. السلام عليكم أبو زين العابدين من البصرة، كل عام وأنتم بخير. نحن بحاجة إلى رئيس وزراء وطني يتصدى بكل قوة للنفوذ الإيراني ويبعث رسالة لإيران بضرورة احترام سيادة العراق واستقلاله، والتأكيد على الزوار الإيرانيين بضرورة الالتزام بحسن الخلق والتوقف عن التصرفات التي فيها قلة أدب. السلام عليكم، أنا أمين من صلاح الدين، سوولنا حل للكهرباء. مرحبا أخوك أبو علي من البصرة، مركز المدينة، كهرباء صفر، تجي ساعتين ويطفوها
كل شوية عشاك شون واحد يخبث وما بقت سلعة كلها عطلت. رسالة أخرى: كل عام وأنتم بألف خير قناة الرافدين وكل كادر الرافدين عظيمة قناة الشعب العراقي، وشكرا لكم. فاتن من ألمانيا وأنت بألف خير يا رب. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع ولك أستاذ أفل الغالي، كل عام وأنتم بخير وسعادة والشعب العراقي بخير والعالم الإسلامي وشعوب عالم أجمع بخير. أستاذ أفل، من خلال برنامج صوتكم أوجه ندائي إلى الأحرار من أبناء الشعب العراقي، عليهم أن ينهضوا ضد الاحتلال وأعوانهم السفل الفاسدين أقزام وخدم الاحتلال الأمريكي الإيراني، كما نهض أسلافهم الأجداد شيبان وشعلان والشيخ محمود الحفيظ ودار المحمود على الإنجليز، هزموهم جاء دوركم يحافظوا، جاء دوركم تحافظون على تاريخ الأجداد والأسلاف، وتاريخ العراق هو الأمل الوحيد لإنقاذ العراق، والله المستعان على الظالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى: السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير والعراق بخير إن شاء الله. أخي العزيز، لو على الأموال سهلة، لكن الشباب والشعب بدأ يتصفى بكورونا وعلى إيد الميليشيات الغادرة من قبل الأحزاب الفاسدة. نشكر قناتكم الوطنية اللي توصل صوتنا. أم هيثم من عمان. ورسالة أخرى من أحد المتصلين: أطيب التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم يا قناة الرافدين العظيمة صالح الأعمال، وجزاكم الله خير على كل برامجكم. شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. لكن المشكلة أنه أن أبو علي من بغداد من اتصل بأول اتصال يقول: هي الكهرباء شي رادلها. والله يا أبو علي هي ما يرادلها شي، هي الكهرباء يرادلها بس واحد تكون عنده نية أنه يصلح البلد، لأنه هم من 2003 لليوم يقولون صرفنا عليها مليارات الدولارات. والمشكلة لما يطلع واحد وتطلع قضية عليه ويقولون عليه فاسد، يروح يسووا لي مؤتمرات بالخارج مثل ما سوى أيهم السامرائي مؤتمر بعمان ووزع كتيب. والله أنا اتهموني ب14 تهمة فساد، واحدة من عدهن حسب ما أذكر إهداء وزارة الكهرباء العراقية لما كان أيهم السامرائي وزير كهرباء مولدة إلى كنيسة بمنطقة الكرادة، ولما سأل أحد الصحفيين قال له: وزير الكهرباء مدى يطي من مال أبوه، دا يطي من مال الشعب العراقي، طردوه من قاعة المؤتمرات، لأنه شون يسأل هيجي سؤال؟ والسؤال حق، لأن وزير الكهرباء هنا نصرف بأموال الدولة، أنت شون تطي مولدة من الوزارة المفروض تخدم الشعب العراقي طيتها إلى جهة معينة خاصة؟ يا أما تطي من فلوسك يا أما ما سوي هذا الشيء. وإذا تدور على الوزراء البقية فراح تجد أنه كلهم فساد فساد فساد. مليارات صرفتوا على القطاع الكهربائي، ومليارات صرفتوا على الخدمات بالعراق، ومليارات سمعنا انصرفت على المجاري وعلى الشوارع وعلى البنية التحتية وعلى كثير من الأمور. لكن اللي دي يصير هو كهرباء ماكو، مي ماكو، المي يا أما مسموم يا أما بنار يا أما يشتعل يا أما بملح يا أما بطين يا أما بسبايروجيرا مثل ما بلغنا أحد المتصلين البارحة، وتصحر دا يصعد بالبلد، زراعة انطفت، صناعة انطفت، تجارة منتهية، حصة مهنية يا يطون مادة يا ما يطون أصلا. فأنت حقوق الشعب مناطيها، فأنت فلوسك وين دا تروح؟ فأبو علي من تقول أنت شير رادلها، يرادلها واحد يفتهم، يرادلها واحد عنده غيرة، ويرادلها واحد آدمي يلزم هالوزارة هاي ويقولهم تعالوا جيبوا لي كهرباء العراق ومخططاتها ومحطاتها، ليش ما تشتغل؟ إذا بها خلل نصلحها، وإذا ما بها خلل نشغلها. أما مثل ما نشوف بالفيديو اللي ورانا يقول ذني المشتغلات الفوق، ذني بيوت المسؤولين محافظة واسط، ما مقطوع الكهرباء عنهم ومهامهم، أما جوا مصفرة. ليش؟ لأن ذني مناطق عادية وبها بشر. فإذا سمعتوا الفيديو بداية حلقة يقول المسؤول مهامة لأن ما تنقطع عليها ولا دقيقة، بس المواطن يطول ساعتين باليوم، وهالساعتين بها ألف قطع. فمثل ما قال أحد اللي دزلنا رسائل يقول كأنما واحد دا يخبث علينا، وإضافة إلى أنه هاي الحالة دا تصير دا تخرب المواد الكهربائية بالبيوت. فإحنا مشكلة العراق هي مو قلة خبرات ولا قلة ناس تفتهم. أحمد بن ديالة نطى مخطط يقول إحنا نفكر نجيب ناس يفتهمون ونجيب ناس نوظفهم ونشغل وما أعرف شنو، ونطى رواتب بدال ما نروح نستورد.
لكن المشكلة اللي لازم المنصب مشتري بفلوس، فهذا اللي لازم المنصب يريد يعوض الخسارة نطاها للي باع للمنصب، فشون يعوضها؟ يبوق الميزانية. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. حلقتنا اليوم انتهت. قبل ما نختم نذكر السادة المشاهدين أنه إحنا عدنا تردد جديد هو 10727 استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، وكل هذا على مدار قمر نايل سات. فنتمنى أنه تدخلون هاي الإعدادات الجديدة حتى نظل مستمرين وياكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير.